ضد الرجعي والمرتد. الويل الويل كل الويل للمتطاولين، هؤلاء الصعاليك، هؤلاء الصعاليك الذين تطاولوا بالأمس القريب على منجزاتنا وعلى حضارتنا وعلى مشروعنا الثوري وعلى قائدنا رمز هيبتنا ورمز نضالنا وكبريائنا وكفاحنا. ماذا يتبقى لنا أيها الأخوة؟ ماذا يتبقى لنا بعد أن يتطاول مجموعة من الصعاليك منطلقين من هذا المكان، من هذا المكان الذي كان يفترض فيه أن يكون قلعة جماهيرية لترييض الشباب وترييض الناس؟ ماذا تبقى لنا نحن شباب وجماهير بنغازي بعد أن يأتي مجموعة من الصعاليك المجرمين المتطاولين الذين استخدموا كل الوسائل والسبل لتشويه بنغازي وتشويه صورتها أمام الناس وأمام العالم؟ واللي عادي لا يتدمر، نحن فين بناه معمر، واللي عادي لا يتدمر، واللي عادي لا يتدمر، نحن فين بناه معمر، واللي عادي لا يتدمر، نحن فين بناه معمر، واللي عادي لا يتدمر. نقولها وكلنا ثقة في النفس، لا يمكن أن نسمح بأي حال من الأحوال لأي متطاول أو أي كان يستخدم أي نادي من النوادي. اليوم تقوم القيادة الشعبية الاجتماعية والقوة تحقق في الميدان، تحقق في الميدان. Thank you.